وسهلا شرفته. والله شرفته. هلا هلا بالاستاذ. هلا سلام عليكم يا مرحبا. هلا هلا بالشيخ. الاحوال شلونك؟ بس هاي الموسم ما راح تجي. هذا للأمانة اللي عند الجزيرة. من مالك وإن شاء الله الله يخليك خيمة للموصل وال نينوى. طيبين الموصل نينوى يستاهلون ويستحقون. الحمد لله احنا من جت أول حنفية فالعطف عبالك. يعني هذا حلم تأخر كثير. جهودكم هاي. إن شاء الله يعني بعد نحتاج عندنا فجوات كثيرة إن شاء الله نعالجها خطوة بخطوة. الديرة تستحق وأهلين يستحقون. عانوا معانا بسبب داعش والحروب، ولكن الحمد لله اليوم الأمن والأمان. قال الله أولا القوات الأمنية. شوف وين ما تروح، تروح في الجزيرة بكيفك. الشخص وحده يقدر يصل أي مكان يريده. الحمد لله. قبل هذه المكانات كانش ما حد يقدر يصلي. كان يقدر يصلي مش يقدر يصلي. تمام. الحمد لله هذا ما جاء يعني. ما جاء بسهولة. ما جاء بسهولة. دماء الشهداء والتضحيات. نعم. راحت تضحيات كثيرة والله. وتعاون أهل الديرة والسكان هنينوى مع القوات الأمنية. اليوم كل مواطن هو يعتبر هو جزء من المنظومة الأمنية. جزء من المدينة ومن أمن المدينة. فإن شاء الله الإعمار ما يصير إذا ماكو أمن، والاستقرار ما يصير إذا ماكو أمن. فمن يصير الأمن كل الأمور الأخرى تجي. الكل الإعمار والأمن والخدمات مو الحكومة المحلية تقدر تسويها. لازم تعاون. الكل تتكاتب. نعم. الكل تتعاون. كل المخرجات استقرار. والحمد لله اليوم محافظتنا الموصل نهضة. والقادم يكون أفضل إن شاء الله. في بداية السنة راح نفتح المطار إن شاء الله. الذي نعتبره هو خطوة جيدة. نعم. جدا للمدينة. هو هوية المدينة يعتبر. نعم. هو جلب الاستثمار. وإحنا بنفس الوقت يعني نعمل على إنجاز فندق عاشور. نعم. تدري فندق خمس نجوم راح يكون موازي ل فترة إنجاز المطار. هذه خطوات كلها إيجابية. خطوات جيدة. والاستثمار هم إلى بعض الأراضي حتى نوزع سواء لبنك السبيل الدفاع أو الداخلية. وإن شاء الله الموظفين. وبدأنا من مشروع توسعة المدينة. هذه كلها مقومات نجاح. وأيضا عندنا ملف الزراعة، ملف اليوم ملف الاستكشافات النفطية. نريد نحول الموصل ونينوى إلى شركة نفطية. هذه كل اهتمامات كثيرة وإحنا كلها متداخلة. العمل معنا متداخل حتى كلها تكون متكاملة ويكون تكامل سياسي اقتصادي اجتماعي. والبركة بكم. نعم منك استاذ. أنتم أمامنا وتستحقون أن نجيكم. إحنا نعتز بك. وأنت قبل المحافظة أنت بالنينوى. وأنت ما خلت قصرة. من كنت بالبلديات. السلام عليكم.